كل سنة ومصر وشرطتها وأمنها واستقرارها بألف خير. مصر بتحتفل بعيد الشرطة 72، تحية لكل رجال الشرطة اللي بيخاطروا بأرواحهم عشان أمن البلد، عشان أمن كل مصري. والحقيقة إنه تضحيات وبطولات رجال الشرطة موجودة من سنين طويلة ولسه مستمرة لحد دلوقتي. اختيار يوم 25 يناير تحديدا عشان يكون عيد الشرطة ده طبعا بسبب الملحمة اللي قدمها أبطال الشرطة المصرية سنة 52 لما رفضوا أنهم ينسحبوا من الإسماعيلية ويسلموا مبنى المحافظة للقائد البريطاني في منطقة القناة القائد أكسهام. طبعا تفاصيل الملحمة دي بتدل على بسالة قوات الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال، يعني تكملة للقصة اللي بدأتها يا شاذلي، لما القائد البريطاني أكسهام طلب من اليوزباشي مصطفى رفعت قائد بلوكات النظام الموجودة بمبنى محافظة الإسماعيلية وقتها، طلب منه إخلاء المبنى وتسليم السلاح، رد عليه وقال له أنت اللي لازم ترحل من هنا وإحنا مش هننسحب من المبنى لأن دي أرضنا. طبعا بدأت المعركة وقتلت قوات الشرطة ببسالة وقدمت أشرس معركة في تاريخ الوطن ضد الاحتلال البريطاني. شوفي كمان بقى جمانة لما تخلي عدوك ينحني لك احتراما طبعا. وده بالفعل اللي حصل. القائد الجنرال أكسهام ما قدرش انه يخفي اعجابه بشجاعة المصريين وامر جنوده باداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصرية عند خروجهم من دار المحافظة، وده طبعا تكريما ليهم وتقديرا لبسالتهم. وللأسف الملحمة دي راح ضحيتها 50 شهيد و80 جريح من رجال الشرطة المصرية. دور البطولي لرجال الشرطة مستمر طول الوقت، ويمكن كلنا عاصرنا المجهود الكبير والتضحيات الكثير اللي قدموها لاستعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب والحفاظ على مقدرات الوطن. كل سنة وشرطتنا بكل خير ومصر دايما في أمن واستقرار، كل سنة وإحنا دايما على قلب رجل واحد، وكل سنة وإحنا دايما إيدينا في إيدين بعض بنحمي هذا الوطن. بنصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة. صباح الخير يا مصر.